ولا ريب أن المؤمن القوي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي ينتج ما لا ينتجه المؤمن الضعيف، مهما كان خير المؤمن الضعيف في كل خير، ولكن إنتاج المؤمن القوي خير وأعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من إنتاج المؤمن الضعيف. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى حتى في قضية الأعمال وكيف توكل إلى الناس يبين أن هذه الأعمال توكل إلى القوي الأمين الذي يجمع ما بين القوة والأمانة، ما بين القوة والأمانة. فقد حكى عن بنت المرأة، عن بنت الرجل الصالح، عن المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح أنها قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، خير من استأجرت القوي الأمين. القوة ليست كلها قوة عضلات، القوة تختلف، قد تكون القوة قوة ذهن، قد تكون القوة قوة مهارة، قد تكون القوة قوة نشاط ودأب على العمل واستمرار عليه. هذه الجوانب كلها يجب أن تراعى. ولذلك كان تقوية المهارات في الأمة المسلمة من أهم ما ينهض بهذه الأمة ويقويها ويحسن مستقبلها، لأن الأمة بحاجة إلى أن تتقن المهارات المتعددة. والإنسان هو أعظم ثروة، هو أعظم من ثروات الأرض، وأعظم مما ينزل من السماء، لأن الله تعالى ناط الخلافة في هذه الأرض بالإنسان لأجل أن الإنسان مهيأ لأن ينتج في هذه الحياة ما لا ينتجه غيره. ومن أجل ذلك علمه الله تعالى الأسماء كلها كما جاء في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، علم الله تعالى آدم الأسماء فشرفه بذلك على الملائكة ورفع قدره وأعلى من شأنه، وأمر الملائكة أن تسجد له. كان هذا أمرا ربانيا، دليل على تشريف الإنسان وتكريمه.